مبادرة لأجلك هي مبادرة للاحتفاء بحملة 16 يوم لمناهضة ومكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، تنفيذ جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية لجنة حماية وادي غزة، حيث كانت هذه المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة اللاعنف والسلام بين جميع أفراد المجتمع، وتوعية السيدات والنساء بضرورة مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي. كانت ضمن أنشطة المبادرة ركوب الدراجات الهوائية في ملعب اليرموك، وحمل يافطات توعوية تندد بضرورة إنهاء العنف، وأخيرا كانت عن طريق إطلاق بالونات في الهواء باللون البرتقالي رمزا لمستقبل أكثر إشراقا وخالي من العنف. أيضا من ضمن أنشطة الحملة هي عقد جلسة أو تنفيذ جلسة حوارية مع الشرطة المجتمعية، الرائد ماجد أبو الكاس مدير دائرة الحماية الأسرة والطفولة في منطقة الوسطى، لمناقشة احتياجات الحماية لنساء منطقة وادي غزة وبالأخص منطقة الأبراج. الحملات هاي بتوعي أكثر السيدات بضرورة إنهاء العنف ونشر ثقافة السلام بين جميع أفراد المجتمع. بنلاحظ السيدات إنه بعض السيدات ما عندهم وعي كافي بالعنف اللي بتعرضوا له، فبالتالي نحن دورنا هون كجمعية نسوية ودور باقي الجمعيات النسوية توعية السيدات بضرورة أو توعيتهم بضرورة إنهاء العنف المبني على النوع الاجتماعي. نحن كمؤسسة نسوية دورنا دائما على مدار السنة مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، لكن تبرز هاي الإنجازات احتفاء بال 16 يوم، لكن احنا على مدار السنة نعمل من أجل إنهاء العنف. تأتي أنشطة مبادرة لأجلك ضمن مشروع تعزيز حماية الفئات الضعيفة وتعزيز صمود مجتمعاتهم في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، بالشراكة مع أكشن إيد فلسطين وبتمويل من المنتدى العالمي فورم سيفت.